العامة. الحقيقة احنا قربنا منهم بشكل كبير، قربنا من أنشطتهم المختلفة بشكل كبير، ولمسنا الاختلاف اللي موجود ما بين جامعة رسالة وما بين الجامعات التانية. الحقيقة رسالة بتتميز ان هي اقرب للناس، اقرب للمواطنين، بتنزل معاهم وجنبهم في كل حتة، مش بس بتدي مساعدات، لا هي كمان بتخلق من المواطنين متطوعين يقدروا يخدموا بعضهم بشكل مختلف. والنموذج ده انا ما شفتوش تقريبا في جمعيات تانية كتير. انا قابلت زملاء في جمعية رسالة بطبيعة العمل المباشر ما بيننا وما بين بعض طول الوقت، الحقيقة كان مجهودهم لا يقدر بثمن، حماس غير طبيعي، ووجه الحقيقة مشرق للجمعيات الأهلية الخيرية في مصر. وبما إن رسالة كانت من وجهة نظرنا هي الجمعية الأقرب للناس، فكان أي تعاون إعلامي كان مهم جدا يبقى مرتبط بالإعلامي برضو اللي قريب لقلوب الناس. فعشان كده احنا اتكلمنا مع دكتور توفيق، الحقيقة هو يعني اكرمنا وتحمس جدا للفكرة، لانه المجهود اللي من القلب بتاع جمعية رسالة ما ينفعش يعبر عنه الا اعلامي بيقدر يوصل لقلوب الناس بشكل سريع. ان شاء الله البرنامج هينطلق على محطات ميجا ونجم اف ام اللي هم احد محطات راديو النيل، شبكات راديو النيل. والحقيقه بنتهز الفرصه برضو ان انا اشكر الزميل الاعلامي الاستاذ طارق ابو السعود على المجهود الكبير اللي بذله في تطوير محطات راديو النيل من ساعه ما هو طارق من شهر 5 اعتقد، بس مجهود جبار على مستوى 4 محطات راديو اللي هي النغم اف ام، ميجا، هيتس، وشعبي. الحقيقه طارق برغم ان هم محطات كتيرة تحت قيادته، لان هو قدر في وقت قصير ان يخلق شخصية مختلفة لكل محطة، فبشكره واتمنى من ربنا ان شاء الله انه البرنامج دوت متمثلا في التعاون ما بين جمعية رسالة وما بين دكتور توفيق عكاشة يبقى ان شاء الله خدمة متميزة للعمل الاهلي والخيري في مصر بشكل كبير. واشكركم جدا مرة تانية على حضرتك.